المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى هذه الليلة المباركة، ونحن نعيش وإياكم في أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان. وفقنا الله لإتمام هذه العشر بإيمانا واحتسابا، ووفقنا الله لقيام ليلة القدر التي بلا شك أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نتحراها في هذه الأيام الفضائل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرتنا أمنا عائشة رضي الله عنها، إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. إذن مشاهدين الكرام، ما أجمل أن نعيش في هذه العشر الأواخر أيضا من رمضان مع كتاب الله عز وجل، واستمرارا للتصفيات معنا في رحاب القرآن الكريم. أرحب في مستهل هذه الحلقة أولا بالأعزاء في لجنة التحكيم، بداية بالدكتور الفاضل الشيخ خالد الكبودي رئيس اللجنة، أهلا ومرحبا بك. بارك الله فيكم. حياكم الله. وكذلك أيضا نرحب بالدكتور باسم الحبشي عضو اللجنة، أهلا ومرحبا بك. حياكم الله. كذلك أيضا نرحب بالشيخ غازي البكيلي عضو اللجنة، أهلا ومرحبا بكم جميعا، وحياكم الله في هذه الليلة المباركة. وكذلك مشاهدينا الكرام، نرحب بالمتسابقين معنا في هذه الليلة المباركة، اللذان وصل إلى هذه المرحلة بعد مراحل عدة في التصفيات، ونتمنى لهما التوفيق والنجاح في المرحلة القادمة. بالتأكيد مشاهدينا الكرام، في هذه الليلة سيتأهل متسابق إلى المرحلة الرابعة، فيما أيضا سيكرم ويغادر هذه التصفيات أحد المتسابقين في هذه الحلقة. ولكن قبل أن نبدأ في هذه الحلقة، أرحب بالمتسابقين معنا في هذه الليلة المباركة. أولا على يميني الأخ سلطان فهد باجريدي من محافظة حضرموت، حضرموت الساحل، أهلا ومرحبا بك أخي سلطان، ونتمنى لك التوفيق والنجاح. آمين. كما أرحب أيضا على يساري بالمتسابق محمد عبد الرزاق محمد من محافظة عدن، أهلا بك أخي محمد، ونتمنى لك التوفيق والنجاح. آمين. مشاهدينا الكرام، بداية العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم، ونحن نعيش وإياكم مع كتاب الله عز وجل، ولهذا ولهذه العشر فضائل عدة، وهي فرصة قبل أن نبدأ هذا المضمار المسابقاتي أن نسمع ولو بشكل مختصر من مشايخنا الأفاضل عن فضائل هذه العشر، أو بداية هذه العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. والكلمة لك دكتور خالد. أعزائنا المشاهدين والمتابعين لبرنامج في رحاب القرآن في كل مكان، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للصيام وقيام ما بقي من شهر رمضان المبارك، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه العشر الليالي هي خير ليالي السنة على أرجح أقوال أهل العلم، وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. هذه الليالي ينبغي أن نقضيها في طاعة الله، والحذر كل الحذر من معصيته في هذه الليالي المباركة، إذ إن الأجر في هذه الليالي مضاعف أيما مضاعفة، فكذا المعصية في هذه الليالي إثمها عظيم عند الله، إذ إن الذي يتجرأ على معصية الله في هذه الليالي التي رفع الله شأنها وأعلى قدرها سيبوء بإثم عظيم. مشاهدين الأعزاء، سنستمع أيضا إلى شيء يسير حول هذه الليلة من شيخنا دكتور باسم وكذلك الشيخ غازي، فليتفضل. جزاكم الله خيرا، جزا الله خيرا شيخنا خالد، في هذه الليالي المباركة، في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذه الليالي، وينبغي للمسلم أن يجتهد فيها اجتهادا صحيحا في عبادة الله تبارك وتعالى، وأن يحرص فيها على الأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة مطلوبة من المسلم، والعمل الصالح يرفعه، فلا يرفع من أعمالنا إلا ما كان صالحا لوجه الله تبارك وتعالى. لذا ينبغي للمسلم أن يحرص على العمل الصالح، وأن يحرص على تأدية الصلاة في وقتها، وأن يحرص على تأدية النوافل 12 ركعة في اليوم والليلة
كما جاء في الحديث بنى الله له بيتا في الجنة. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد. نعود إلى شيخنا الشيخ غازي فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ثم أما بعد، أيها المشاهدون الفضلاء، يا من وفقه الله عز وجل لإدراك هذه الليالي المباركات، عليه أن يكثر من ذلك الدعاء الذي علمه الله عز وجل أو علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة، بأن تدعو وتقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا في هذا الشهر، وأن يجعلني وإياكم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خير الجزاء المشايخ الأفاضل، ووفقنا الله إن شاء الله لقيام ليلة القدر، والتوفق إن شاء الله بقيام ليلة القدر إن شاء الله إيمانا واحتسابا، وبارك الله في الجميع. وإذا مشاهدينا الكرام، ونحن في هذه الأيام المباركة نعيش وإياكم مع كتاب الله عز وجل، وفي المضمار المسابقاتي القرآني في هذه الليلة معنا الأخ سلطان فهد باجريدي من محافظة حضرموت، وكذلك محمد عبد الرزاق محمد من محافظة عدن لهذه التصفيات وفي هذه المنافسة القرآنية. الكلمة للجنة التحكيم لطرح السؤال الأول، بداية بالأخ سلطان فهد باجريدي، نتمنى لك التوفيق والنجاح، وتفضلوا المشايخ الأفاضل في لجنة التحكيم. هذه الفقرة برعاية صندوق النظافة والتحصين بمحافظة مأرب. مرحبا بك، ولدنا الحبيب سلطان فهد باجريدي، ولديك ثلاثة أسئلة، اختر أحدها. السؤال الثالث تسمع إليه إن شاء الله من أستاذنا الشيخ غازي، فليتفضل. مرحبا بك يا سلطان، وأهلا وسهلا بك إلى هذه الحلقة المباركة وإلى هذا البرنامج المتميز. ولتقرأ لنا من قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية،
إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. أحسنت يا سلطان، ما شاء الله، اللهم بارك، جزاك الله خيرا. شكرا لك سلطان فهد باجريدي، ووفقك الله إلى ما يحب ويرضى. ونعود إلى الأستاذ ماجد لإكمال فقرات الحلقة. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك أخي سلطان، ونتمنى لك أيضا التوفيق والنجاح، وجزا الله خير الجزاء المشايخ الأفاضل في لجنة التحكيم. يا منزل الوحي المبين، تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا، اجعل كتابك بيننا نورا لنا، أصلح به ما ساء من دنيانا. نكرر الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في هذه التصفيات، ونذكر دائما بأن هذه المنافسة ستنتج في نهاية شهر رمضان المبارك 4 مراكز رئيسية، المركز الأول والثاني والثالث والرابع، ومن سيصل إلى هذه المراكز هذا ما ستوضحه هذه التصفيات في آخر شهر رمضان المبارك. أما الآن سنتابع وإياكم الفقرة التالية، وهي فقرة خاصة بقصص نجاحات قرآنية. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذه الرحاب تبارك الرحمن، فيها الهدى والنور والإيمان. الروح تضمأ فاعتني بالروح، فهنا معي بالروح يا ظمآن. ليلى رحاب الذكر والقرآن. اسمي عاصم محمد علي موسى خبش، أحفظ القرآن كاملا بفضل الله عز وجل، وأيضا لدي 3 إخوة كلهم يحفظون القرآن، أحدهم في الجامعة واثنين من تحت عمر 18، وأيضا أمي وثنتين أخواتي يحفظون القرآن. بدأت حفظ كتاب الله عز وجل عن طريق حلقة كانت عندنا في القرية، استمرت إلى أن وصلت إلى سورة ياسين. انقطعت الأسباب بعد هذه الحلقة، انقطعت مدة 1 سنة تقريبا، ثم يعني علمت بحلقة كانت في المدينة، تبعد عنا 1 كيلو بيننا وبين القرية والمدينة هذه، فواصلنا هناك، بدأت الحفظ وختمت في خلال 2 سنين بفضل الله عز وجل. بدأت حفظ كتاب الله في تقريبا 10. الشيء الذي ساعدني على حفظ كتاب الله أولا الأسرة، هي الأسرة التي لها الفضل الكبير، وأصدقائي أيضا هم زملائي، لأنه كنا نحفظ أنا وهم، وكنت أتشجع بهم،
البيئة عندما يكون من يحفظ معك أو هذا، أنك تتشجع لحفظ كتاب الله. عمري 15 سنة، أحفظ القرآن الكريم كاملاً ولله الحمد. بدأت حفظ كتاب الله وعمري 9 سنوات، لأن إخواني حافظين لكتاب الله تعالى. بدأت أحفظ القرآن الكريم وأنا في الصف السادس في جامع الصفاء في محافظة حجة. ختمت القرآن الكريم ما بين من 8 أشهر إلى 9 أشهر. كان لأمي الفضل الكبير في حفظ القرآن الكريم، فقد تابعتني ولطالما شجعتني، وكذلك أبي يعني شجعني وإخواني وأستاذي. شاركت في مسابقة المضمار في شفر، وأيضا شاركت في مسابقة الحوار الوطني، كان في مسابقة خيمة الحوار الوطني عندنا في عبس، وأيضا شاركت في مسابقة الرحاب في 2019، وشاركت أيضا في مسابقة إذاعة مأرب في 2019 أيضا في نفس السنة. القرآن الكريم فتح لي مجالات عديدة في الحياة. أولا قلوب الناس، فتح قلوب الناس، لأن الناس عندما تعرف أنك حافظ القرآن تحترمك لحفظك لكتاب الله. والحياة العملية والعلمية أشياء كثيرة. الذي ساعدني على حفظ القرآن الكريم كون أسرتي حافظة كتاب الله تعالى، وكون بيئتي حفظة كتاب الله تعالى، وساعد وشجعوني أصدقائي وأهلي وأسرتي على ذلك، واختمت القرآن الكريم ولله الحمد. أعطتني المسابقات الشجاعة على الاستمرار والتقدم، وإن شاء الله أخذ القراءة 7 في القرآن الكريم، وكذلك أعطتني الفرصة كي أشجع غيري أنه لا شيء هناك مستحيل. الإنسان يعني بجهده واستمراره يتقدم ويحصل على المراكز الأولى. نصيحتي لكل الزملاء، القرآن هو منهاج حياة، هو حياة بحد ذاته القرآن الكريم. فمن يحفظ القرآن تسهل له الأمور في كل حياته، وأيضا من جانب الدراسة يوسع المدارك، يوسع مدارك العقل للفهم والحفظ السريع. أيضا دائما أكثر حفاظ القرآن هم أكثر الناس تقدما في المدارس والجامعات. أوجه كلمة شكر لأمي وأبي، أسرتي كاملة، وجميع أصدقائي وزملائي الذين شجعوني لحفظ كتاب الله. أوجه كلمة شكر لإخواني وأسرتي وأصدقائي وكل من ساعدني وشجعني على حفظ القرآن الكريم. القرآن حياة لمن لا حياة له. القرآن يضيف يعني البهجة والسرور إلى حياة الشخص الذي يحفظه ويراجع، سواء كان ختمه أو لم يختم، المهم أنه يواصل ويراجعه ويحفظه، هو يضيف طعم الحياة الحقيقية. ونصيحتي للآباء أن يحثوا أولادهم على حفظ القرآن الكريم، أن القرآن هو نعم المربي لهم. الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم معا لخدمة كتاب الله تعالى. جديد مشاهدينا الكرام، كما تابعتم في الجولة الأولى واستمعنا إلى تلاوة عطرة من الأخ سلطان فهد باجريدي من محافظة حضرموت، والآن حان دور الأخ محمد عبد الرزاق محمد من محافظة عدن، والكلمة الآن للجنة التحكيم لتوجيه السؤال الثاني للمتسابق الثاني محمد عبد الرزاق من عدن، تفضل. مرحبا بك محمد عبد الرزاق محمد، واهلا وسهلا، شرفتنا. لديك السؤال الاول والثاني، فايها تختار؟ السؤال الاول.
السؤال الأول تسمع إليه إن شاء الله من أستاذنا الدكتور باسم، فتفضل. جزاك الله خيرا، فليتفضل الطالب وليسمعنا من قول الله تبارك وتعالى: كذبت ثمود المرسلين، سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لكم شرب قال هذه ناقة لها شرب ولكم قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أحسنت وبارك الله فيك. شكرا لك محمد عبد الرزاق محمد وبارك الله فيك، وإلى أستاذ ماجد وبارك الله في الجميع. جزا الله لجنة التحكيم خير الجزاء وبارك الله فيك أخي محمد عبد الرزاق من عدن، كما
استمعنا مشاهدينا الكرام إلى تلاوات عطرة من المتسابقين معنا في هذه الليلة المباركة، الأخ سلطان فهد باجريدي من حضرموت والأخ محمد عبد الرزاق محمد من عدن، نتمنى لهما التوفيق والنجاح. الآن نتابع وإياكم فقرة معالم وأعلام يمنية. يمكن المكان والمدينة. يلا فرصة أخرى وشكرا جزيلا لك. حياك. السلام عليكم. وعليك السلام. وشهر كريم. شهر مبارك. معي لك سؤال، إذا أجبت عليه تحصل على الجائزة. سلام. قريش كان لها رحلتين في الشتاء والصيف، إلى أين كانت هذه الرحلتين وما الغرض منهما؟ رحلتين لو وين رحلتين؟ هي ادنا إجابة. لا أشتي إجابة منك أنت. الشام. رحلة إلى الشام بالفعل. نعم. ورحلة إلى اليمن. ورحلة إلى اليمن. طيب أين اللي كانت في الصيف وين اللي كانت في الشتاء؟ إلى الشام كانت في الصيف. إذن أنت أجبت جزء من الإجابة، ففرصة قادمة وشكرا جزيلا. العفو. كان لقريش رحلتين في الشتاء والصيف، إلى أين كانت هاتين الرحلتين وما الغرض منهما؟ والله ما ادري لك. حاول. ماشي والله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال وشهر كريم؟ كيف حالكم؟ انا وعليكم ان شاء الله بخير. معي سؤال، اذا اجبت عليه بعطيك جائزه. ان شاء الله تفضل. كان لقريش رحلتين في الشتاء والصيف، الى اين كانت هذه الرحلتين وما الغرض منهما؟ رحله الشتاء والصيف، واحده الى اليمن واحده الى الشام. نعم، كلام سليم. ما هو الغرض منهما؟ الغرض منهما التجارة. التجارة بالفعل، وإجابة سليمة وصحيحة حصلنا عليها هنا من الأخ ناصر صالح حزام شهران. من الأخ ناصر؟ ناصر صالح حزام شهران. من الأخ ناصر حزام شهران هنا في منطقة بن معيلي التابعة لمديرية الوادي. كان لقريش رحلتان في الشتاء والصيف، إلى أين كانت هذه الرحلتين؟ إلى الشام. إلى الشام رحلة الصيف. رحلة إلى الشام واليمن، وكانت من غرض التجارة. إلى الشام كانت في الصيف، وإلى اليمن في الشتاء، وكان الغرض منهما التجارة بالفعل. إجابة سليمة وصحيحة حصلنا عليها هنا من الأخ صالح حزام شهران، وفزت معنا بالجائزة نقدية مقدمة. منذ الأزل واليمن تتميز بموقعها الجغرافي وتضاريسها المتنوعة وأراضيها الزراعية ومناخها المقبول في أسوأ حالاته، بالإضافة إلى شعبها المضياف ذو النخوة والكرم. هذه العوامل وغيرها أهلت هذه البلدة لتكون مهدا لقيام الحضارات ونشأة الدول وازدهارها، حتى سميت بالعربية السعيدة أو باليمن السعيد.
ففيها كانت تلتقي طرق التجارة البرية والبحرية لتجعل من اليمن قلبا نابضا بالحياة تمتد منه شرايين التجارة إلى مختلف أقطار العالم القديم. ومنذ القدم وموانئ اليمن تعد قبلة للسفن التجارية القادمة من الشرق والغرب ومن دول أفريقيا. ومن أشهر الموانئ قنا والشحر وسقطرى والمخا وموزع واللحية وميدي، بالإضافة إلى العديد من الموانئ المحلية التي كانت تعمل على تقديم الخدمات للسفن ومن عليها. كانت السفن التجارية القادمة من الهند والصين وشرق آسيا ترسو في ميناء قنا بمحافظة شبوة والذي يسمى اليوم بير علي، لتقوم قوافل الجمال بتقاسم بضائعها ونقلها براً عبر طريق البخور المار بشبوة مأرب الجوف نجران، ثم تتجه بعضها إلى الحجاز والعراق والشام، وأخرى تستمر نحو سواحل البحر الأحمر ومنه إلى ميناء العقبة ثم ميناء عكا على البحر الأبيض المتوسط، حيث تنتظر هنالك سفن أخرى لتحمل البضائع بحرا إلى بلاد الرومان. كما تأتي سفن أخرى من الحبشة ومصر والشام فترسو في المخا وفي موانئ أخرى على ساحل البحر الأحمر لتبيع بضائع وتشتري أخرى وتعود. ومن أبرز المواد التي كانوا يتاجرون بها قديما الذهب والفضة والأحجار الكريمة، فضلا عن البخور والتوابل واللبان والبن والمحاصيل الزراعية والعسل والأقمشة والسيوف اليمانية الشهيرة. كما عرفت اليمن قديما بتنظيمها للأسواق التجارية وضبط عمليات البيع والشراء وتوفير الأمن للتجار والقوافل حتى تغادر حدودها. وقد وجدت العديد من النقوش التي تظهر العهود والمواثيق المتعلقة بهذا الشأن في حضارات اليمن القديمة. وبكل تأكيد ما زالت اليمن مؤهلة لاستعادة تلك الأمجاد بل وأكثر، قل عسى أن يكون قريبا. سبحان الله. في الميدان وتهانينا للفائز بالجائزة الميدانية ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح. المشاهدون الأكارم، تابعنا وإياكم جميعا هذه التصفيات منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى هذه الليلة المباركة، وبالتأكيد إن شاء الله في الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج سيتضح لنا من الفائز بالمركز الأول ومن الفائز بالمركز الثاني والثالث والرابع. نتمنى للجميع التوفيق والنجاح. حتى نستمع إلى نتيجة هذه الليلة للمتسابقين سلطان ومحمد، نتابع وإياكم استراحة هذه الليلة ومع نجوم الفن والإبداع. هذه الفقرة برعاية مؤسسة أمين قاسم التجارية. سبحان الله. أيوة محمود، أنا بخرج ذا الحين، خلص راح أتصل بالأشي يقول المدير خرج. أيوة معي مشوار كذا متأخر. يلا تمام، مع السلامة. أوه يا صباح الليل، أنا الحين درت يا أخ عدنان الرشاي قبل نص ساعة كده. إيه نص ساعة يا أخ عدنان، أنا درت الحين جيت بداية الدواء. على كل حال مسك شربها أنت. حياك الله يا اخي عمر. الله يحييك ويبقيك. كيف اخبارك؟
نحمد الله ونشكره. ما تشرب ما تشتي. السلام الله يبارك فيك. لا لا ضروري. متقاعد من البيت الله يسلمك. يا عدنان. عدنان. ايش يا عمدان؟ شوف الاخ عمر ايش يشرب؟ ايش تشرب يا استاذ؟ والله انا ارى والله اعلم راوي. ايش معك؟ عندي لو سمحت لو تكرمت شوف لنا هذه الورقة. سلفة؟ ايوه. ايش معك؟ معانا مروحة احتاج مساعدة مالية. واصل هكذا؟ مش واصل هذا انا اول مرة اقدم. يلا السكرتارية خلاص خليها في السكرتارية وبعدها بنشوف. يلا حياك الله يا عمي. الله يحييك ويحييك. ايوه كيف الاخبار؟ كيف الحمد لله. ادخل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كشف اسماء الموظفين اللي اشتغلوا على الصيغه. ايش هذا كله؟ شكوى جاءت وجهه تحدث. هذا كله اسماء ايش اشتغلوا؟ اشتغلوا؟ اشتغلوا على الشركه اضافي فوق دوامهم. بس هم موظفين في الشركه ولا خارج؟ خلاص شيء طبيعي يشتغلوا مع ليل نهار اي مكان. ايش بس؟ لا بنجيب لهم راتب. ايوه بس خلاص 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 هذا الموضوع منتهي. ما بيش داعي تعلمني شغلي انت. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يعينك. الله يعينك. يعني قدوة العمل تعب هكذا باين يعني لكن اكيد الله الله يوفقك. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هي عمر مالك؟ يا عندي ما بلاط في جنوم اللي نام العمر هذا شنو خوي نغير جو يعني تشيل على طول تشيل إجازة. كم تشتي معك كتنت ورقات؟ لا 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 خلاص خلاص. كم تشتي إجازة؟ أسبوع. 10 أيام إجازة. الأخ مدير الموظفين لما نعمل منحة مذكور 10 أيام إجازة. تشتي حاجة ثانية؟ أشتي مشروب يعني أنا نخرج إذا جايب الله خير. كم تشتي يعني؟ 50,000. 50,000 بس انت ابو الكرم بدك يا ابني. 100,000 تصرف 100,000 مكافأة. تصير لها الصندوق تستلمها وارتاح ووفتن وسلم لي على امك. حياك الله يا اخي عمر. الله يحييك. مثل ما بتشوف يعني العمال داخلين والموظفين داخلين خارجين كل واحد يشتي لكن أعين الله فعلا المسؤولية تعب. بس أنا مستغرب من حاجة. ايش؟ الموظف الأول الذي دخل اتعاملت معه بطريقة والموظف الثاني اتعاملت معه بطريقة ثانية أما الموظف الثالث فطريقتك مختلفة تماما معه. أصلا يا مدير قام تاري يا أخي عمر أنت فاهم الشغلات سامحنا هذا موظفين يعني في الشركة عندنا ومعروفين يعني هذا تعامل معهم طبيعي. بس الثالث هذا طبعا عادي يقرب لي يعني والدي. ها فهمت لما بتقول سلم على امك قد طننت. وبعدها يعني بسمه لا تنساش الحديث الذي يقول الأقرب انه لا بالمعروف وهذا من الأقرب. بس لا تنسى انك مدير ومسؤول على عمال وموظفين. اكيد. وشكلك نسيت الحديث الذي بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع كلكم راع كلكم مسؤول كلكم مسؤول كلكم مسؤول عن رعيته. رائعين. وعودة إلى الاستوديو مشاهدينا الكرام، كما تابعنا جميعا هذه التصفيات وهذه المرحلة من المراحل أيضا الحاسمة، وفي هذه الحلقة تحديدا تنافس بين متسابقين أعزاء في حفظ كتاب الله عز وجل، سلطان فهد باجريدي من حضرموت و
محمد عبد الرزاق محمد من محافظة عدن. والآن الكلمة للجنة التحكيم لتقول النتيجة النهائية في هذه الحلقة. تفضل دكتور. شكرا لك أخي ماجد. أعزائنا المشاهدين والمتابعين في كل مكان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة بإعلان نتيجة المتسابقين، حيث كان الذي تأهل معنا في هذه الحلقة إلى المرحلة الرابعة هو سلطان فهد بجريدي، حيث حصل في الحفظ على 50 وفي التلاوة على 48.33، فكان مجموع درجاته 98.33. أما محمد عبد الرزاق محمد فقد حصل في الحفظ على 48.5 وفي التلاوة حصل على 48 بمجموع 96.5. ونسأل الله أن يوفق الجميع ويأخذ بأيديهم. فالذي سيكرم معنا في هذه الحلقة هو المتسابق الثاني محمد عبد الرزاق. وإليكم أستاذ محمد. جزاك الله خير دكتور خالد الكبودي، وجزا الله لجنة التحكيم جمعة. وبالتأكيد مشاهدينا الكرام، الفائز هنا بالمركز الأول أو بالترتيب الأول هو سلطان فهد باجريدي من محافظة حضرموت، الذي حصل على 98.33، بينما المتسابق الذي حصل على الترتيب الثاني هو محمد عبد الرزاق محمد، وقد حصل على 96.5. نبارك للجميع، تهانينا للذي سيتأهل إلى المرحلة الرابعة الأخ سلطان فهد باجريدي، وتهانينا الذي سيودع هذه المنافسة، ولكنه أيضا فائز مع كتاب الله عز وجل ومع حفظه لهذا القرآن العظيم. تهانينا لك أخي محمد، ونتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله في قادم الأيام. إذن مشاهدينا الكرام، يتفضل الشيخ صالح الحواني رئيس الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم إلى الاستوديو لتكريم محمد عبد الرزاق محمد من عدن. أهلا ومرحبا بك الشيخ صالح الحواني رئيس الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم إلى هذه الليلة المباركة. شيخ صالح، قبل أن نتكلم عن من الفائز ومن الذي يكرم ومن الذي سيتأهل إلى المرحلة الرابعة، نحن نعيش في أول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، الكلمة التي يمكن أن تقال لحفاظ كتاب الله للعاملين أيضا في دعم كتاب الله عز وجل ولنا جميعا. نقول لهم اغتنموا فرصة هذه الليالي المباركة، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تدخل العشر كان يشد مئزرة ويوقظ أهله ويحيي ليلة، ورسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يجب على الشباب وهم عماد الأمة أن يغتنموا فرصة شبابهم، فهم الآن يعني الشباب مرحلة القوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه المرحلة ينبغي أن يغتنموها قبل فوات الأوان. نحن نتمنى أن نرجع أن نكون شباب، كما قال الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شباب مقتهلون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، قصيرة عن الباطل أرجلهم، نظر الله إليهم في جوف الليل فوجد أصلابهم منحنية إلى أجزاء القرآن، كلما مر أحدهم بآية تبشر بالجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر بآية تنذر من جهنم شهق شهقة حتى كأن زفير جهنم بين أذنيه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. اللهم أمين، جزاك الله خير الجزاء. كان لابد من هذه الكلمات، ونحن نعيش في أول العشر الأواخر من رمضان، وبالتأكيد في هذه الليلة المباركة شيخ صالح في المضمار المسابقات القرآني تأهل إلى المرحلة الرابعة هو سلطان فهد باجريدي الذي حصل على 98.33، بينما الذي سيكرم في هذه الليلة ويودع التصفيات هو محمد عبد الرزاق محمد الذي حصل على 96.5. يتفضل الأخ محمد عبد الرزاق من محافظة عدن، نبارك لك
وصولك إلى هذه المرحلة، ونبارك لك حفظ بارك كتاب الله عز وجل. أسأل الله الكريم أن ينفع بك وأن يبارك في جهودك. هذه هديتك، جائزة مالية مقدمة من صندوق النظافة والتحسين بمارب، وهذه شهادة مشاركة حفظك الله ورفع قدرك وشهادة المشاركة من الجميع الخيرية. بجهودك. جزاكم الله خير، جزاك الله خير دكتور أو الشيخ صالح الحواني، وجزا الله خير محمد عبد الرزاق، وجزا الله خير المشايخ في لجنة التحكيم، وربنا إن شاء الله يوفق الجميع. ونتذكر دائما وأبدا مشاهدينا الكرام أن في هذه العشر الأواخر من رمضان أوصانا صلى الله عليه وسلم بأن نتحرى ليلة القدر، وفقنا الله لأن نتوفق بهذه الليلة المباركة. مشاهدينا الكرام، وبهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في هذه الليلة المباركة، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله